حياكم الله مشاهدينا الكرام إلى برنامجكم اليومي حديث الصحافة، وفي نستعرض عناوين الصحف والمواقع الإخبارية ومقالات الرأي والتحليل ومنشورات الصحافة الجديدة. والبداية من المواقع الإخبارية. الصحوانات توثيق أكثر من 3000 واقعة انتهاك حوثي ضد المساجد. النقابة تعبر عن مخاوفها على حياة الصحفيين المختطفين جراء استمرار التعذيب البشع. جرح الجيش يشكون الإهمال الحكومي لا يخجلون من دمائنا التي نزفت. إصلاح المهرة يدعو الأحزاب السياسية إلى استشعار المسؤولية ويشيد بدور التحالف. الجيش الوطني يحبط محاولة تسلل للميليشيات الانقلابية غرب تعز. المصدر أونلاين تصريح خطير لرئيس البرلمان: عندما وصل الجيش الوطني إلى فرضة نهم أبلغتنا أمريكا أن صنعاء خط أحمر. العليمي يوجه بإلغاء أسماء كافة المبتعثين غير المستحقين وأقربائهم من الدرجة الأولى. مؤرخ إيراني علي عبدالله صالح قتل بأوامر مباشرة من قاسم سليماني. لمواجهة التحركات المسلحة للانتقال في وادي حضرموت، لقاء يضم قيادات عسكرية وقبلية بقائد قوة التحالف في سيئون. سهيل نت: خلال لقاء وفد إصلاحي وكيل أول حضرموت، الإصلاح له حضور كبير في اليمن والمحافظة. العاصمة أونلاين: أفران صنعاء تستأنف نشاطها وتواصل رفض قرارات الحوثي. الحرف 28: شبوة العثور على عبوات ناسفة مموهة زرعها الحوثيون. تعز: مكتب الصحة يدشن المخيم الطبي المجاني الثاني لجراحة العيون. يمن مونيتور: الرئاسي اليمني يدعو الحكومة إلى حشد موارد الدولة للمعركة ضد الحوثيين. ومن الصحافة المحلية إلى الصحافة العربية. في صحيفة الشرق الأوسط: إلغاء الامتيازات غير القانونية لأقارب المسؤولين اليمنيين. انقلابيو اليمن يقرون خططا لإلغاء قطاعات المرأة في المؤسسات الحكومية، ومحاميات يتحدثن عن تعرضهن للإهانة في أروقة المحاكم. في صحيفة الخليج: الرئاسي اليمني يشدد على دعم معركة إنهاء الانقلاب الحوثي. الجيش يحبط محاولات تسلل للميليشيات في تعز ويدمر مسيرة ملغومة. في صحيفة الاتحاد: اليمن استهداف الحوثي المنشآت النفطية تهديد للأمن والسلم. ومن صحيفة اليوم: لضرب الإرهاب الحوثي، البرلمان اليمني يطالب بالتحرك لإسقاط المشروع الإيراني. اليمن تتهم المجتمع الدولي بتشجيع الإرهاب الحوثي. من صحيفة البلاد: الحوثي يضاعف أزمات الشعب اليمني. وفي القدس العربي: تصدر أبناء الحكومة قوائم المنح الدراسية يشعل مواقع التواصل في اليمن. من عناوين الأخبار إلى مقالة الرأي والتحليل، وفيها نطالع مقالا نشره موقع الصحوانت للكاتب موسى المقطري تحت عنوان جماعة الأذى الشامل. الكاتب في مقاله استعرض جرائم ميليشيات الحوثية التي وصلت إلى استهداف المجتمع في كل نواحي الحياة، بدءا من قتل النفس واستهداف العقيدة وهتك الأعراض ونهب الأموال والأراضي. الثابت: وبعد سنوات من انقلابها الأسود وعقود من نشر فكرها الطائفي الإيراني الدخيل على المجتمع اليمني، أن جماعة الحوثي الانقلابية استحلت في أدبياتها ومراجعها كل المحرمات التي دأبنا على عدم المساس بها، وأهمها حرمة النفس والعقيدة والعيش الكريم وحماية الأعراض والأموال وحسن الجوار، ثم عكست هذه القناعات الباطلة على سلوكها في التعامل مع أبناء هذه الأرض الطيبة، فنكثت بكل العقود والاتفاقات التي أجمع عليها اليمنيون
وشمل هذا النكث ما كانت الجماعة الحوثية جزءا منه، فأنكرت وبدلت وحرفت وتخلت عن حسن الجوار مع الأشقاء والأصدقاء، ثم أشعلت حربا لتصل بالبلد إلى ما هي عليه اليوم. ومع استمرارها في غيها وكل يوم يمر يظهر بجلاء كيف تتفنن هذه الجماعة الانقلابية الحوثية في إنزال أكبر قدر من الأذى بحق اليمن واليمنيين، والذي شمل كل مجالات الحياة ولم يسلم منه بشر ولا حجر ولا شجر. وهذا التفنن المقيت في الأذى بقدر ما يترك أثرا مباشرا وقريبا، فإنه كذلك يترك جراحا معنوية وآثارا طويلة الأمد ستحتاج لعقود عديدة للتعافي منها. بتعنتها وإصرارها على المضي في طريق الفوضى أهدرت هذه الجماعة الميليشاوية كل الفرص التي أتيحت لها لإصلاح هذا الخطأ التاريخي، وكابرت واستمرت في تطبيق نظريتها المشؤومة القائمة على الاصطفاء الإلهي لسلالتها دون غيرها من الشعب، واعتبار الآخرين خدما ووقودا لحربها، وما فتئت تمارس كل أنواع التمييز بحق من لا ينتمي للسلالة المزعومة حتى في إطار تركيبتها الداخلية ومؤسساتها الشكلية، كما استحلت دماء وأموال من يخالفها متكئة على أفكار سلالية منهجت أفرادها وقياداتها عليها. تستمر هذه الجماعة في انقلابها وتتفنن في إنزال أصناف جديدة من الأذى بحق البلد أرضا وإنسانا وعقيدة وأخلاقا، وتمارس هوايتها الملعونة في الرقص على دماء وجراح الضحايا. ولا يمر يوم إلا ويظهر قبح هذه الجماعة بصور وأشكال عديدة وجديدة، ويحق لنا نتساءل اليوم إلى متى تستمر هذه الجماعة الانقلابية في غيها الذي كلما زاد في عمره يوما تهاوت البلد أكثر وزادت التكلفة الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية، وهل بقي لديها ذرة من عقل لتغلب مصلحة البلد على مصلحة السلالة المقيتة، ويعود اليمنيون شركاء في السلطة والثروة يحتكمون لما يتفقون عليه دون فرض ولا إجبار ولا أذى لجار ولا صديق. الإعلام اليمني والسفينة الإيرانية، عنوان مقال نشره موقع نشوان نيوز للكاتب أحمد عبدو ناشر، انتقد فيه تناول الإعلام اليمني للسفينة الإيرانية المحملة بالأسلحة والمتجهة إلى اليمن قبل أن يتم القبض عليها من قبل البحرية الأمريكية، مؤكدا أن تناول الإعلام اليمني لظاهرة تهريب الأسلحة الإيرانية باهت ولا يرتقي إلى مستوى الحدث وحجم الجريمة. يتحدث الإعلام اليمني عن قضايا كثيرة آخرها قصة وزارة التعليم العالي التي طرحت متأخرة وعانى منها الطلاب الكثير، ولكن كان الطرح لا يقل عن فرقعة إعلامية مؤقتة، لأن هناك قضية طرحت مرات دون أي اهتمام، إنها قضية السفينة الإيرانية المحملة بأسلحة ومعدات خطيرة لتخرب اليمن والعدوان على الدول الشقيقة، وقبلها سفن لم يتم إعلانها، وكذلك سفن المخدرات، وعن السفن التي تحمل بضائع أو إعانات وتهرب أسلحة تحت شعارات إنسانية وخبراء. كان المفترض على الإعلام أن يوجه الجماهير والمسؤولين للقيام بحملة دولية لاتخاذ إجراءات تتخذ العدو الإيراني، وكنت أتمنى من شبكات التواصل أن تقوم بحملة لتوعية الناس ضد العدوان الإيراني وضحاياه بكل اليمن من جرائم ثقافية ودينية وهوية اليمن والخطر الذي يهدد المنطقة من أطماع وهوس إيران الإمبراطوري وعدائها للعرب وصرف نظر العرب عن جرائم القدس والعدوان على الشعب الفلسطيني. أناشد القيادة السياسية والإعلامية والدبلوماسية والجاليات اليمنية للتحرك بكل المحافل لوقف العدوان الإيراني الذي أوصل اليمن لدولة منكوبة إيران سنوات كثيرة، والميليشيات ليست سوى أداة تدار من الملال والحرس الثوري وحزب الله. الحقوا شعبكم، أنقذوا بلادكم، ارحموا أطفالكم، ارحموا أراملكم وجوعاكم، وارحموا النازحين والمشردين، وهو لا يقل عما يجري بسوريا والعراق والتغير الديمغرافي والهوية. الأمر خطير لا يجوز السكوت عنه.
إلى الصحافة الجديدة، والبداية من الفيسبوك. منشور همدان العلي على صفحته بالفيسبوك أكد أن القضاء على الفساد يبدأ بتفعيل دور مؤسسات الدولة الرقابية والمتمثلة في مجلس النواب، هيئة مكافحة الفساد، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. هذا الحراك المجتمعي لمواجهة الفساد إيجابي ومهم، لكني سأصدمكم بالقول بأن الفساد سيستمر حتى يتم تفعيل مؤسسات عاصمة الدولة لتتمكن منظومة مكافحة الفساد في البلاد من أداء واجباتها. ومن يسأل عن منظومة مكافحة الفساد هي كالتالي: البرلمان، هيئة مكافحة الفساد، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، لجان المناقصات وغسيل الأموال، القضاء، النيابات العامة، الإعلام ومنظمات المجتمع المدني. وفوق هذا كله دولة قوية قادرة على تنفيذ قراراتها. كل هذا غير متوفر لأسباب الجميع يعلمها، باستثناء الإعلام رغم مشاكله وعشوائيته. ولهذا أقول لكم الحقيقة: لا حل إلا بتفعيل مؤسسات الدولة في العاصمة. وقتها ستتمكن المنظومة الوطنية لمكافحة الفساد من ممارسة أعمالها، وستتراجع نسب الفساد. تيسير السامعي في منشور على صفحته بالفيسبوك كان له رأي آخر في قضية منح التعليم العالي، حيث حذر من الاستهداف الشخصي لأشخاص أو لأسماء بعينهم لمجرد علاقتهم بشخصية مشهورة، داعيا إلى فتح تحقيق في الملف حتى لا يتعرض المستفيدين للظلم. لمجرد أنك مسؤول بالدولة أو شخص مشهور، طلع اسم ابنك أو قريبك في كشف المنح، على طول تتعرض لهجوم كاسح وتتهم أنك فاسد. ما فيش واحد من المهاجمين سأل نفسه مجرد سؤال: هل هذا الولد أو الطالب حصل على المنحة بجدارة واستحقاق إلا لأنه أبوه أو قريبه فلان؟ إذا كان حصل عليها بجدارة واستحقاق، هو في النهاية مواطن يمني مثله مثل أي مواطن آخر، حتى لو كان أبوه مسؤول أو مشهور. الخلاصة: القضية تحتاج إلى تحقيق ومعرفة من يستحق المنحة ومن لا يستحق. أتمنى تكون فهمت قصدي. عبد السلام الشريحي في منشور على صفحته بالفيسبوك كشف عن حقيقة مشكلة اليمنيين مع الحوثي. مشكلتنا مع الحوثي أكبر وأعمق وأعقد. مشكلتنا أنه يرى الناس درجات ويؤمن بأفضلية عرق ونسب وأحقيته في حكمنا دون غيره. مشكلتنا معه باعتقاده أنه وصي علينا، وأننا بدونه منحلين من القيم، غارقين في الرذيلة. هذه مشاكل وجودية لا نحتاج أن نناقش بعدها فساده وإيتاواته وتسلطه، ولا يمكن الوصول فيها لحل دون تغير فكره جذريا أو رحيله عنا. لكن هذا لا يعني أن نغض الطرف عن مشاكل الشرعية، الفساد واللصوصية والمحسوبية وعدم المسؤولية والعزوف عن هموم الناس. مشاكل تهدد حياة الناس كما يهدد الحوثي وجودهم. أما الشيخ صلاح باتيس ففي منشور على صفحته بالفيسبوك اعتبر عملية الاختطافات التي تتم في محافظة حضرموت من قبل العصابات مؤشر خطير يتوجب على مجلس القيادة الرئاسي التدخل لوقفها. الاعتقالات التعسفية لأبناء حضرموت أو أي مواطن من أي محافظة خارج القانون دون علم السلطات المعنية بطريقة تشبه الاختطافات التي تنفذها عصابات المافيا مؤشر خطير يوجب على مجلس القيادة الرئاسي التدخل، وعلى كل القوى السياسية والحقوقية ومنظمات المجتمع المدني وعامة الشعب الاصطفاف لرفضها. في تويتر، السفير عز الدين الأصبحي في تغريدة له ندد بجريمة التعذيب الذي يتعرض لها المختطفين داخل سجون ميليشيات الحوثي الإرهابية، مؤكدا أنها ترتقي إلى جرائم حرب ضد الإنسانية. استمرار الاختطاف والتعذيب الممنهج من قبل ميليشيات الحوثي بحق المدنيين في اليمن جرائم ضد الإنسانية لا تسقط، وبحاجة إلى وقفة وطنية ودولية أكثر قوة وفعالية. أمس توفي صالح البترة، المعتقل المفرج عنه مؤخرا من سجون الحوثي، توفي من آثار التعذيب والسجون الحوثية بما يرقى لجريمة قتل ممنهج.
ملف المختطفين في سجون ميليشيا الحوثي باليمن وحالة التعذيب الممنهجة تجاههم أسوأ الجرائم المرتكبة والتي بحاجة إلى كل جهد حقوقي، حيث يشكل التعذيب أحد أكثر الانتهاكات خطورة لحقوق الإنسان لأنه يعتبر هجوما مباشرا على جوهر الكرامة الإنسانية وما يخلف ذلك من آثار نفسية وجسدية وخيمة. تغريدة عبد الحميد الأشول بتويتر تطرقت إلى معاناة جرحى الجيش الوطني جراء توقيف المخصصات المالية لعلاجهم. كل جريح من أبناء الجيش الوطني المكلوم يتمنى أن يكون ابناً لمسؤول في الدولة حتى يحظى بمنحة مالية لمواصلة علاجه، مثلما حظي أبناء المسؤولين بمقاعد دراسية ومنح مالية دون معاناة أو تأخير. تغريدة محمد عبد الله الكمين بتويتر دعا فيها إلى تحويل المنح الدراسية لأولاد الشهداء الذين ضحوا بدمائهم في سبيل الدفاع عن الوطن وسيادته. عليكم تحويل كل المنح لأوائل الجمهورية والمتفوقين دراسيا وإعطاء كل الأولوية لأولاد الشهداء والجرحى والأبطال وأولاد الأبطال في ميادين الشرف، لم يضحوا بأنفسهم من أجل كم من هلفوت يعيش ويدرس ويترفه هو وأولاده على حساب دمائهم الطاهرة. أما تغريدة إبراهيم عبد القادر بتويتر فقد استنكرت مشاركة الحوثي في انتقاد الفساد وهو غارق فيه. من قذارة وانحطاط المرحلة أن يشارك الحوثي وصبيانه في انتقاد الفساد بينما هو أكبر مشرحة فساد في تاريخ اليمن القديم والحديث وأكبر خزان غسيل أموال في العالم، ولم يكتفي بنهب الموارد والخزائن والمؤسسات والمكاتب، بل لاحق ولا يزال يلاحق قوت الشعب وخبزه، وفوق أنه سرق رواتبهم ووظائفهم. تغريدة غمدان اليوسفي بتويتر أشادت باستجابة الرئيس لمطالب الناس فيما يخص منح التعليم العالي. استجابة الرئيس اليوم لمطالب الناس والتوجيه بإيقاف المنح على أقارب المسؤولين قرار مسؤول وتجاوب مهم للمطالب الشعبية حيال تلك القضية، ونتمنى أن يتم متابعة هذه التوجيهات والعمل على إنجازها والتحقق من توجيهات فخامة الرئيس ونشر كشوفات الأسماء المعتمدة بدل المبعدة. محمد المقالح في تغريدة بتويتر أكد استحالة السيطرة على اليمن المتنوع بقبائله ومناطقه من قبل أسرة أو قبيلة أو جماعة أو حزب، داعيا إلى ضرورة الاحتكام للدستور والقانون النافذ حتى يعم السلام ويعود اليمن للجميع. اليمن كبير والسلطة مسؤولية كبيرة، ومن المستحيل أن مشروع بحجم الأسرة أو القبيلة أو المنطقة يمكن له أن يستوعب القبائل والأسر والمناطق الأخرى. عودوا إلى يمن الجميع ولن تجدوه إلا في المواطنة ودستور الجمهورية اليمنية النافذ، وإلا فأنتم ستتيهون في صحاري التيه وبحيرات الدم لأربعين عاما من الضياع. عبد الشافي النبهاني في تغريدة بتويتر اعتبر مصادرة موازنة علاج جرح الجيش من قبل الحكومة طعنا في خاصرة الشرعية وتهديدا لحياة الجرحى. مصادرة موازنة علاج جرح الجيش من قبل الحكومة طعنة في خاصرة الشرعية وخيانة لدماء الشهداء وتهديد لحياة الجرحى، والواجب على المكونات السياسية والاجتماعية الوقوف بحزم تجاه الحكومة ومساندة الجرحى وحمايتهم من فساد الحكومة وقراراتها الجائرة. أما تغريدة يحيى الأحمدي بتويتر فقد حذر فيها من عدم الاستجابة لمعالجة الأخطاء وتوحيد الجهود نحو عملية التحرير واستعادة الدولة ومؤسساتها. ما لم يتم سرعة معالجة الأخطاء الكارثية وتشكيل ضغط حقيقي يضمن تسخير الإمكانيات والجهود نحو عملية التحرير واستعادة الدولة ومؤسساتها، فإننا نمارس خداعا ونفاقا ورقصا على جثث الشهداء وضحكا على الأجيال القادمة،
اسحبوا البساط من تحت النخب التافهة والرموز الورقية قبل فوات الأوان. مجموعة من رسوم الكاريكاتور نتابعها في آخر فقرات حلقتنا لهذا اليوم. وبهذا نختم معكم مشاهدينا الكرام حلقتنا لهذا اليوم، دمتم ودام الوطن بألف خير.